العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام، قال: باب كراهة النفخ في الشراب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال: رجل القذات أو القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الباب عقده المصنف من أجل بيان هذه المسألة، وهي كراهة النفخ في الشراب. وهذا يتبين لنا من الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن النفخ في الشراب، وذلك لأن النفخ في الشراب يسبب أمراضاً تنتقل من النفس إلى هذا الشراب، فإذا شرب منه مرة أخرى ضره ذلك، كما ذكر ذلك بعض الأطباء في العصر الحديث. والأصل في هذا أننا نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول سمعنا وطعنا، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام في الشراب فنقول سمعنا وأطعنا، ثم إذا تبينت العلة فإن هذه زيادة إيمان. وكما ذكرنا أن بعض الأطباء ذكر أن في ذلك ضررا على المرء، أنه إذا نفث أو نفخ في الشراب ثم شرب منه مرة أخرى أن هذا يسبب له ضررا، ويكفينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل قال: القذات أراها في الإناء، يعني ماذا أفعل في الإناء إذا وجد فيه شيء من القذاة، أي من تراب أو وسخ أو نحو ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها. وهذا محمول على أنه لا يستطيع أن يخرج هذا الذي وجد في هذا الشراب من القذات ونحوها، أما إذا أمكن إزالتها مع عدم الضرر في بقاء الشراب فإنه لا يريق هذا الماء، لأنه يعني إن عدم الضرر، أما إذا كان هناك ضرر في البقاء فإنه يريق هذا الشراب كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: إني لا أروى من نفس واحد، لا أروى من نفس واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبن، يعني أبعد القدع عن فيك إذن، أي أنك إذا أردت أن تتنفس فلا تتنفس في الإناء، وإنما تتنفس خارج الإناء، كما مر علينا في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في يعني في على ثلاثة أنفس، يعني يشرب ثم يتنفس، يشرب ثم يتنفس، وهكذا. وهذه هي السنة، أن الإنسان يشرب على ثلاث. ثم ذكر الباب الذي بعده: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. قال: وفي حديث كبشة السابق، حديث ثابت كبشة بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة معلقة قائما. وهنا ذكر بعض من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسنتكلم عن هذه المسألة وبيان الصحيح فيها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. قال: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحمة أو باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن عم من شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل، يعني إذا
كان النهي عن الشرب قائما فكيف بالأكل؟ فقال أنس رضي الله عنه قال ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، رواه مسلم. وهذه الحديث الذي ذكرها المصنف رحمه الله هي في بيان هذه المسألة، وهو أنه يجوز أن تشرب قائما، يجوز الشرب قائما، ولكن الأفضل والأكمل أن تشرب جالسا، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن الجواز يجوز أن تشرب قائما لورود السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب قائما. فدل هذا على الجواز، والنهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والزجر في الشرب قائما محمول على الكراهة أو خلاف الأولى، محمول على الكراهة أو خلاف الأولى. ولا شك أن الأفضل أن الإنسان يشرب ويأكل وهو جالس، ولكن إن أكل وهو قائم أو شرب وهو قائم فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على الجواز. وأيضا فعل علي رضي الله عنه أنه شرب زمزم قائما حتى يبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني فقيل له يعني في شربه قائما فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت، أي أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف في آخر هذا الباب قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، هذا الحديث ظاهره لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا بتحريم الشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن، هذا نهي، لا يشربن أحد منكم قائما، ثم أكد ذلك فقال فمن نسي فليستقي، يعني إذا شربت وأنت قائم ناسيا فإنك تستقي هذا الماء ولا تجعله يبقى فيه. ولكن هذه اللفظة فمن نسي فليستقي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال هي لفظة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح أول الحديث لا يشربن أحد منكم قائما، أما قوله فمن نسي فليستقي قالوا هذه لفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلم هذا منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الرخصة، وبفعل الصحابة في عهد الرسول لم ينكر عليهم، كما في حديث ابن عمر كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فقالوا هذه منسوخة. وقال بعض العلم جمع بين الحديث قالوا هذا الحديث صحيح وثابت ولكنه محمول على الاستحباب، أي أنه من شرب وهو قائم ثم وهو ناس فإنه يستقي ما شربه. والصواب في هذا أن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أما قوله فمن نسي فليستقي فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر غير واحد من أهل الحديث وأهل العلم. والخلاصة في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يشرب قائما وأن يشرب جالسا، والأفضل والأكمل أن يشرب وأن يأكل وهو جالس. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.